ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. انصدم الجميع عندما وجدوا عامر يقع على الأرض ورأفت خلفه وبيده مسدسه. فتحدثت نادية بفزع: انت عملت ايه يا رأفت؟ ازاي تعمل كده؟ رأفت بدي سيف، شيله معايا خلينا ندخل اوضته. اقترب رأفت وسيف وحملوا عامر ووضعوه على الفراش، فجلست نورسين بجانبه ووضعت يديها على رأسه فوجدته ينزف. فتحدثت ببكاء ولهفة: عامر دماغه بتنزل دم، عملت كده ليه يا عمي؟ نادية بدموع: ليه كده بس يا رأفت؟ رأفت بعصبية: ابنك هيضيع نفسه يا نادية، وهيضيع الكل معاه، الغول هيقتله. نورسين بخوف: لا لا، ما تخليش حد يقرب له يا عمي، احميه بالله عليك. انا ضربته دلوقتي علشان هو لازم يفضل نايم لحد بكرة، مش عايزه يروح المديرية النهاردة، فيه احتمال ان الغول يحضر عزا ابنه، وانا هبعت ضباط من عندي يتصرفوا، وعامر مش بيسمع الكلام نهائي. نورسين بحزن: بس هو دماغه بتنزف. سيف بلهفة: هتصل بالحكيم دلوقتي. اتصل سيف بالطبيب، وبعد نصف ساعة تقريبا وصل وعالج جرحه وأعطاه حقنة منومة تحت طلب رأفت وذهب. وفجأة سمعوا صوت صراخ من الأسفل، فنزل الجميع ووجدوا سليم يسحب أفنان وهي تصرخ وتبكي بشدة. فسحبها سيف منه وتحدث بحدة: إيه اللي بيحصل؟ أفنان بانهيار وبكاء: هو قتل زين يا سيف، قتله وهو ما عملش حاجة، حرام عليه، ازاي يعمل كده؟ انا مش هعرف اشوفه تاني، حبيبي مات خلاص. سيف بغضب شديد: حبيب ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انت ازاي بتقولي كده قدام جوزك واخوكي وعيلتك؟ كويس ان عامر مسمعكيش، كان قتلك مكانك والله، وجوزك هيفضل مستحمل كده حركاتك ودلعك ده لحد امتى؟ انت السبب في كل اللي بيحصل لنا ده، وانت اللي قتلت زين مش سليم. كنت عارفة اني ابوه مجرم واخوك بيدور عليه، وكنت عارفة اني ابوه السبب في عذاب اخوك والسبب في عذاب نورسين. انت ايه، ما عندكيش دم ولا احساس؟ نظرت افنان الى سيف بصدمة، فهي لم تتوقع ان يقول لها كل هذا الحديث، وانه على علم انها كانت تعرف انه ابن الغول. فجاءت لتتحدث، ولكن اصمتتها والدتها بصفعة قوية على وجهها، ثم تحدثت بغضب شديد: القلم ده كان لازم اديهولك من زمان قوي، شكلي دلعتك ومعرفتش اربيكي زين يا بنت الصاوي. سليم بدي: خلاص يا حجة علشان خاطري سيبيها. نادية بحدة: تطلعي على اوضتك واوعي تخلي عامر يشوف وشك ده. صعدت افنان الى غرفتها، فجلس سليم على الكرسي يشعر بالضيق الشديد. وفي المساء كانت نورسين جالسة بجانب عامر تمسك يده وهو نائم، حتى دخلت عليها هدى، فركضت عليها نورسين واحتضنتها بقوة وتحدثت ببكاء: عامر تعبان يا هدى، والغول عايز يقتله بعد ما زين مات، انا ليه بيحصل معايا ده كله؟ هدى بدي: اهدي يا قلبي، ان شاء الله مش هيحصل حاجة، ارتاحي انت بس، خدي انا جايبالك العصير ده لازم تشربيه. نورسين بحزن: لا مش عايزة. وبعد اصرار من هدى اخذت نورسين كوب العصير وتناولته، وبعد دقائق شعرت بدوار في رأسها، فاستندت على هدى ونامت على الكنب. فاقتربت هدى من عامر ولامست جرحه، ثم لامست وجهه وسقطت دمعة خائنة على وجهها، وأمسكت بيديه وتحدثت بدموع: انت عملت فيا كده ليه؟
مبسوط بالعيشة دي؟ تعرف انك وحشتني قوي، وحشني صوتك وانت بتقولي بحبك، ووحشني عصبيتك بالرغم اني كنت عارفة انك مش بتحبني، بس كنت مبسوطة قوي وانا معك. انا مستحيل اسمح لحد يأذيك، سامحني يا عامر، انت ونورسين على اللي هعمله. اقتربت هدى اكثر وقبلت عامر على رأسه، ثم توجهت ناحية نورسين وقبلتها ايضا، وخرجت من الغرفة فوجدت سيف امامها فتحدثت بحزن: عطت لنورسين منوم، اجدها هترتاح. سيف بدي، انت لسه بتحبي عامر يا هدى؟ هدى بلاش نتكلم في الموضوع ده يا سيف، وبالله عليك بلاش تقول لحد الموضوع ده. ألقت هدى كلمتها وذهبت. أما في الصباح فتح عامر عيونه ببطء فوجد نورسين نائمة على الكنب ورأسه تؤلمه قليلا، فنهض من على الفراش وخرج من الغرفة، فسمع صوت شجار عنيف من غرفة أفنان، فطرق عدة طرقات على الباب. وعندما فتح سليم نظر إلى أفنان ثم تحدث بحدة لسليم: ايه اللي بيحصل على الصبح؟ صوتكم عالي كده ليه؟ سليم بدي، مفيش حاجة، بس أفنان كانت تعبانة شوي. قول لها طول ما هي قاعدة هنا يبقى توطي صوتها. أفنان بحزن: عامر انت هتقعد مش موافق تكلمني كتير كده؟ عامر موجها نظره لسليم: سليم حضر نفسك علشان نروح المديرية دلوقتي. حاضر. ذهب عامر إلى غرفته وجلس بجانب نورسين، فاستيقظت وتحدثت بفزع: عامر انت زين؟ قل لي مالك. عامر بهدوء: اهدي يا حبيبتي ما تخافيش، انا كويس قوي، انت ايه اللي منيمك هنا؟ عامر بالله عليك خلي بالك من نفسك، انا مقدرش اعيش من غيرك والله. عامر بابتسامة: ما كنتش اعرف انك بتحبيني كده، تصدق اني كنت غبي قوي. لا ما تقولش كده، انت احسن واحد في العالم. عامر بابتسامة: انا اغبى واحد في العالم علشان كنت مش شايفك، كنت مجرد واحدة بتحبني وخلاص وتجوزتها، بس انا فعلا بحبك قوي، وقت ما اتخطفتي كنت بموت والله، حسيت ان روحي بتروح مني. نورسين بسعادة: بجد انت بتحبني؟ قلت اني كده بالله عليك يا عامر. عامر بضحك: بحبك والله العظيم بحبك، وبموت فيكي كمان. بقول لك ايه، احنا مش هنجيب حفيد للعيلة دي ولا ايه؟ نورسين بإحراج: بس بقى يا عامر، هو صحيح عمي فين؟ مشي قبل ما تعصب عليه ولا ايه؟ عرفت منين ان هو اللي عمل كده؟ عامر بضحك: اصله عملها معايا قبل كده لما كنت عايز اروح حملة وهو مش موافق. جاءت نورسين لتتحدث ولكن قاطعها صوت رنين هاتف عامر، فأجاب ثم أغلق الخط وذهب بسرعة من الغرفة، ودخل غرفة سليم وتحدث بعصبية: فين أفنان؟ سليم بدهشة: قالت إنها نازلة تشوف الحجة، ليه هي مش تحت ولا إيه؟ عامر بغضب: يا حراس! انتفض الحراس وركضوا بسرعة إلى عامر، فتحدث بغضب: أفنان فين؟ مشت يا بيه وقالت لنا أنها استأذنت من حضرتك. عامر بغضب شديد: أغبية، روحوا دوروا عليها بسرعة قبل ما تبعد من هنا. ألقى عامر كلماته ونزل بسرعة، ثم خرج من القصر، فصرخت نورسين بقوة: عامر حاسب! وفجأة وجدوا سيارة وبها مسلحين. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.